60 زهروطه وافرح وزقطط بعد ما ضيعت العربيه والمصلحه اللي كانت جايه لنا من وراها وراجع لي ايد ورا وايد قدام. الله 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 الله، وليه العوض ده بس يا جبده؟ ما تحمد ربنا. بوسي ايدك وش وظهري يا عبيطه، ده دول الدفاعه بتوع اخوان طبوا على الاسم وهجموا عليه وفتشوا القعده، كان زمان دلوقتي ثلاث اربع سنين مرقه كمان. الواحد يحمد ربنا على النعمه، لكن على الفار وخيبه الامل يحمده ليه؟ ليه بس الكلام ده؟ ده انا اول مره تخيب مني من سنين. بلاش البوس ده، بلاش عشان خاطري. حتى بتاتين، حتى بتاتو، حتى بتاتاتاتاتيتو، يلا ودا ما تروق يا جميل. خلصت الوصله؟ اقفل الراديو بقى. الحمام جاهز يا جوز اختي. مشكرين يا وردتي. بقول لك ايه، ساعد اختك كده اعملي لي لقمه على السريع على ما اخد حمام. حاضر. يوه بقول لك ايه، بتيجي تحكي ضهري عشان الايد قصيره ما بطولش. بناقص عنك ما طولته، وانت كمان عايز تطوله. بلا وكسه. جده صباح الخير يابا. الحمد لله على السلامة. الفوطة يا جوز اختي كنت ناسياها. صباح الفل يا وردة. صباح النور يا اسامة. ايه حكاية اسماعيلية دي يابا؟ وفين سيد؟ احكي لك كل حاجة بعدين، مش وقت بقى. افتح الباب. ايوه. زبدة ما تيجي. حتى بتاتات، حتى بتاتات، حتى بتاتات، حتى بتاتو، يلا. يلا. بابا حبيبي جبت لي ايه معاك؟ احلى حاجه في اخوك الصغير ده اللي بيحبني لله في لله. ابو السيد ده طلع عامل رجوله وجدعانه. كشف لي الملعوب اللي كان عامله ظبط المباحث، كان وزه عليا، انما هو ايه طلع رجوله، وفي الظروف بتاعته دي في الرطوبه الاجتماعيه اللي محوطاه من كل ناحيه دي كان ممكن يعمل اي حاجه عشان يخرج هو وابوه، انما طلع مجدع. تسلم ايدك يا بورع. الف حمد لله بالسلامه يا سيد المعلمين. الحمد لله بالسلامة يا سيد يا مجدع. تسلم يا برع. آخرة الشقاوة عيش وحلاوة. خد ده أبو السيد تذكار مني ليك. تذكار يا معلم؟ أنا ما صدقت فكيته. خلاص نضمه للمتحف. كمان عندي متحف بحب أحتفظ فيه بكل الأواسيم والناشين اللي حصلت عليها. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. أستأذن أنا يا معلم. الله، على فين أبو السيد والغادة؟ إلا تمشي ديت. وحيا بيبي ما يحصل ابدا، ده احنا دبحين 10 خرفان و20 دكر بط و30 جوز حمام وهنشوي كمان. لا ده واضح ان في مشكله ارقام في البيت ده يا باشا، معلش لازم استاذن بس عشان اطمن على ابويا. طالما ابوك يبقى براحتك يا ابو السيد. برعي هات فرشه حمامه يا معلمي، وتطلع العربيه الجديده من الجراج توصل بيها ابو السيد الحته اللي هو عايزها، وتقول له تصبح على خير يا سيد بيه. والله ما عارفين نودي جمايلك فين يا معلم بيبي. خد ابو السيد ده اقل واجب يتعمل معاك، تحيه مني لرجولتك وجدعانتك، والرجاله هتوصلك بيه لبر الامان. ايه ده يا باشا؟ الموت الاخير ده غير قبضه التنين خالص. صباح الفل. صباح العشق. امسكي طر على قلبك، خمس دقايق والبروفيسور سيد بشرية يكون وصل. ماشي يا عسل، هتبشر معانا والله. كتر خيرك يا عسل. شكرا. شاكرين يا رجاله. سلامنا للباشا، كنتوا اقعدوا طب اشربوا حاجه. سيد يا بشرية. ايه ده؟ ايه يا سيد؟ ده يا سيد. ايه يا اخي؟ ايه الوش الفورميكا اللي انت مديهولي ده؟ انا يا سمعه استنجد بيك تحلق لي. ماشي يا سمعه. ربنا ما فاكر حاجه، ما انت عارف البلبعه واللي بيحصل لي. عيب عليك، ده احنا اصحاب عمر. دي غلطه عمر يا اخي. بقول لك ايه، انا معايا مصلحه في الجول، حته زبونه نقطه في العربيه. بقول لك ايه، خليها لك، اطلع من دماغي بقى، انا مش من امبارح يا سمعه. هطلع من دماغك بس في 1500 جنيه يخشوا جيبك. اتفضل يا زيت الكل. ماما ماتت وسابتنا اختين، شرعا ابن عمي ليه اتمرسنا، والبنك رافض يسلمنا المراس غير في وجود ابن عمي، وابن عمي في استراليا ورافض يجي عشان حسيته في المراس مش هتكمل ثمن التذكره رايح جاي. الحل اننا نقدم شهاده وفاه مع اعلان الوراثه للبنك عشان نقبض انا واختي، وبعدين ابقى ابعت لابن عمي نصيبه. ولا ما تبعتلوش، انت مش فلوسك جاهزه اهي. على البركه.
سكوت تام بقى، ما اسمعش نفس لحد ما نخلص. شكرا. البقاء لله. اللي ما شفنا لها حد، لا راجل ولا ست، من ساعة المرحومة ما ماتت امبارح. طول عمرهم مقطوعين من شجر، لا حد بيزورهم ولا بيزوروا حد، حتى الله يرحمها كانت بالرواية، والبت طالعة في حالها برضه. سالم بالجرحي في انتظار حضرتك في الهول تحت. سالم الجرحي؟ طب شوفيه يشرب ايه وانا جايه له حالا. اهلا اهلا سالم بي. أنا متأسف إذا كنت جيت لك من غير ميعاد، بس أنا تقريباً ما نمتش من امبارح. باين عليك من غير ما تقول، استريح. أنا راحتي بين إيديكي. أنا عايزك تشوفي الفنجان تاني وتتأكدي إذا كان اللي شفتيه ده صح ولا لأ. اللي شفته ساعتها قلته. شوفيه تاني. ما ينفعش يا سالم بيه. قريت الفنجان بالنسبة لي دي حاجة مش عادية. دي بتبقى حالة ما أقدرش أتحكم فيها. لا بقدر أدخل ولا أخرج منها بمزاجي. يعني إيه؟ يعني أنا هموت مقتول السنة دي؟ بعد الشر عليك، الأعمار بيد الله. بعدين ياما حاجات اتقالت وما حصلتش. لا إلا أنتِ، مفيش حاجة قلتيها ما حصلتش. فاكرة مريم بنت إسحاق بتاع الدهب لما شفت لها الفنجال وهي لسه عروسة جديدة وقلت لها إنك أنتِ شايفاها لابسة أسود، ما عداش أسبوعين وعريسها كان مات. فاكرة لما قلتي إن الرئيس مش هكمل مدته وإن ابنه مش هيستلم بعديه؟ وغير